فجرت تقارير إعلامية تونسية مفاجأة صادمة لمسؤولي نادي الأهلي السعودي بعد رفض نادي الترجي الرياضي عرضا مغريا للتفريط في أحد نجومه خلال الانتقالات الشتوية. وطلب السربي فلادان ميليوفيتش المدير الفني للأهلي ضرورة التعاقد مع مدافع أجنبي مميز خلال الانتقالات الشتوية من أجل المنافسة بقوة على البطولات في الموسم الحالي. وتعرض الأهلي لخسارة بثلاثية نظيفة أمام التعاون ضمن لقاءات الجولة 11 من دوري المحترفين أبعدته عن صدارة جدول المسابقة وانتزاع المركز الأول من الهلال. وكشفت صحيفة الصريح أن الترجي التونسي رفض محاولات الأهلي من أجل التعاقد مع الجزائري عبد القادر بدران مدافع الفريق خلال الانتقالات الشتوية. ودخل الأهلي في مفاوضات مع الترجي للظفر بخدمات صاحب 28 عاما لتدعيم خط الدفاع بناء على توصية من فلادان. وبات الحل الوحيد أمام الأهلي إتمام المفاوضات مع الجزائري جمال بالعمري مدافع ليون الفرنسي، خاصة بعد موافقة لاعب الشباب السابق على العودة للدوري السعودي مجددا من بوابة الراقي. ويعد رفض الترجي التفريط في مدافعه الجزائري هو الثاني الذي يتلقاه الأهلي بعد رفض الزمالك رحيل لاعبه محمود الوينج في الانتقالات الشتوية الحالية. في مفاجأة من العيار الثقيل قرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت التخلص من النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله هداف الفريق الأول لكرة القدم. وأعلن وكيل اللاعبين صالح اليامي بدء إدارة النصر التحضير لبديل حمد الله في الانتقالات الشتوية الحالية. وشدد اليامي في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر على أن النصر لديه اسم على الطاولة بالفعل ليحل بدلا من حمد الله سواء في الشتاء الحالي أو حتى مع بداية الموسم الرياضي القادم. وأشار وكيل اللاعبين إلى أن عدة متغيرات هي التي ستحدد موقف النصر من حسم صفقة بديل حمد الله في الشتاء أو مع بداية الموسم. والنصر يحاول في الوقت الحالي الحصول على شهادة الكفاءة المالية بسداد جميع ديونه ليتمكن من تسجيل لاعبين جدد في الشتاء. جدير بالذكر أن حمد الله توج بلقب هداف دوري المحترفين في الموسمين الماضيين بالإضافة إلى حصوله على جائزة هداف العالم في 2019. ولكن تراجع مستوى حمد الله بشكل ملحوظ في بداية الموسم الرياضي الحالي وتعدد إصاباته مكتفيا بتسجيل هدف واحد فقط حتى الآن. وتهديده أيضا بالرحيل عن النصر قبل بداية الموسم الرياضي الحالي بسبب بمستحقاته المالية يعد سببا كبيرا لتقوم الإدارة بهذه الحركة معه. وغير بعيد عن العالمي كشفت تقارير صحفية عن قيام إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بتحركات عاجلة من أجل احتواء أزمة الالتزامات المالية المتأخرة عن صفقات سابقة من أجل الاستمرار في تدعيم صفوف الفريق الأول خلال الانتقالات الشتوية. وأكدت صحيفة الجزيرة أن إدارة النصر تواصل مع كبار الأعضاء الداعمين للخروج بالحلول وسط توقعات بأن يقوم الأعضاء بضخ أموال كبيرة تكفي لجميع الالتزامات ودعم التعاقدات المرتقبة. وحسم النصر التعاقد مع الأوزباكي جلال الدين ماشربوف خلال الانتقالات الشتوية من أجل دعم الفريق الأول في الفترة المقبلة بالإضافة للتفاوض مع أكثر من نجم أجنبي. كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم الاثنين عن مفاجأة مدوية بشأن صفقة نادي الهلال خلال الميركاتو الشتوي الجاري. ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف. وأكدت صحيفة ريكورد البرتغالية أن نادي الهلال تحدث شفويا حول إمكانية ضم دييغو كوستا خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث من المنتظر أن يتقدم الزعيم بعرض رسمي لمدة موسمين ونصف. وأشارت الصحيفة أن حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سوف يضع مبلغ 17 مليون يورو كراتب سنوي لكوستا من أجل إقناعه بالتواجد في الرياض. وأوضحت أن نادي الهلال حول وجهته نحو كوستا من أجل البحث عن حل هجومي للفريق بعد أن حاول ضم البرازيلي أليكس تيكسي
سيرا لاعب جيانغسو الصيني السابق. وارتبط اسم كوستا بالعديد من الأندية الأوروبية أبرزها أرسنال في الدوري الإنجليزي وعملاقة إيطاليا يوفنتوس وميلان، بالإضافة إلى عروض أخرى من الصين والبرازيل. يذكر أن نادي أتلتيكو مدريد كان قد أصدر بيانا رسميا أعلن فيه فسخ التعاقد مع دييغو كوستا، حيث طلب اللاعب الرحيل لسبب شخصي يمنعه من الاستمرار مع الفريق الإسباني. وغير بعيد عن الزعيم، خرج الإيطالي سيباستيان جيوفينكو صانع ألعاب نادي الهلال بتلميحات جديدة بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم. وانتشرت في الساعات الماضية صورة تجمع بين وكيل أعمال جيوفينكو والرئيس التنفيذي لنادي مونزا الإيطالي وسط أنباء تفيد بعودة نجم الهلال إلى بلاده. ونشر جيوفينكو صورة عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام تجمعه بابنه وتوحي بسعادته الكبيرة واستقراره في العاصمة السعودية الرياض، في إشارة لبقائه مع الزعيم حتى نهاية عقده عام 2022. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.